أهلا بيكم معانا في رعب جديد على المصطبة. رعب الأسبوع ده بعنوان الكابت أمنية الموت الجزء الأول. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وبنفكرك تتابع حسابات وصفحات القناة على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وما تنساش تدخل جروب القناة، هتلاقيني سايبلك اللينكات تحت في الوصف. وأي حد عنده قصة رعب حابب إن هو يشاركنا بيها ونقولها عندنا في القناة، يبعتها إما على الحساب الشخصي بتاعي أو هيلاقيني مثبت له بوست موجود في جروب القناة، يكتب في الكومنتات أو يبعت على الرسائل الصفحة. أحيانا بنضطر ندفع تمن غلطات إحنا ما عملناهاش. تحس نفسك انك مجبر تعاني وتضحي علشان تجنب اقرب الناس ليك ان هم يحسوا باي وجع، حتى لو كان على حساب احساسك انت بالوجع ده. بس بعد فترة بتبدأ تسأل نفسك، هو فعلا الناس اللي انا جنبتهم الاحساس بالوجع دول يستحقوا التضحية دي؟ هل انا فعلا مضطر لده؟ معلش نسيت اعرفكم بنفسي، انا سامي. المفروض دلوقتي ان انا واحد من طلبة كليات القمة، خلينا نقول في المجال الطبي. طب ليه بقول المفروض؟ لاني منقطع عن الكلية الحقيقة، وما حضرتش فيها ولا يوم، يعني ما حضرتش، ما دخلتش باب الكلية اصلا. المفروض ان انا بقالي سنتين في كلية الطب وما اعرفش اصلا هي فين. طب ليه؟ هتعرف قدام. أنا شاب بسيط جدا من القاهرة، ولكن عايش دلوقتي في قرية ما بالمنوفية لظروف ما هتعرفوها بعدين. وبالمناسبة حياتي مستقرة نوعا ما، ومستواي الاقتصادي كويس جدا والحمد لله، وكمان مستواي الدراسي كان الحمد لله بفضل الله كويس جدا جدا، وطلعت الأول على المحافظة في الإعدادية، وكمان لحد تانية ثانوي كنت دايما الأول على المدرسة. يعني ببساطة حياتي كانت مثالية جدا، باستثناء حاجة بسيطة شويتين. ايه هي؟ ان ابويا وامي توفوا وانا عندي 8 سنين. بس على فكرة انا ما تسببت ليش اي مشكلة ولا اي عقدة في حياتي، لاني والحمد لله عشت عيشة مستقرة جدا مع عمي محمود، واشهد ربنا ان هو كان بيعاملني زي ابنه انس اللي هو صاحب عمري واخويا، واوقات احسن من انس كمان. وبطبيعة الحال بقى انس هو اخويا وصاحبي وسندي، وهو قد في السن وكنا بنذاكر سوا، ولكنه كان مطر دماغه من ناحية المذاكرة دي خالص، يعني ملوش في التعليم ونفسه يطلع لعيب كورة، على الرغم انه ما كانش لعيب مهاري قوي. يعني بدأت الثانوية العامة، السنة المصيرية اللي بتحدد عليها حياتنا كلها من شغل ومستوى معيشة وحتى الجواز. ما تستغربش لما اقولك الجواز، اصل الجواز دلوقتي لو انت مثلا في تجارة وبتحب واحدة في صيدلة ما ينفعش تتجوزه في عرف المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي. يا الله قد ايه بكره العقليات دي. المهم رحت في يوم انا وانس المدرسة علشان نملى استمارة الرغبات، علمي ولا ادبي يعني، فانا اخترت علمي علوم. انا كنت حابب المجال الطبي، نفسي ابقى دكتور قوي. وبسأل انس هتختار ايه، فرد علي باللامبالاة الطبيعية بتاعته، يا عم هي فرقة، ما انا كده كده مش فاتح كتاب، وهاجي اخر شهر اخد الزتونة من مذكرة اي مدرس، والكليات كلها واحدة ابو السماسين، ولا تكونش فاهم نفسك انك عايش في اوروبا. شخص سلبي، شخص سلبي، وما بحبش اتكلم معاه في حاجة انا حاططها في دماغي وعايز اوصلها. المهم اختار برضو زي علم علوم، وهو حر انا ماليش فيه. بس انا كنت بقول لنفسي انا عارف ان انس ده مش هيجيب 60% حتى، وانا مش زعلان عليه، هو مستقبله هو حر فيه، انا عليا النصيحة. بس بصراحة لاني عارف ان ملوش في التعليم، قلت لنفسي عم محمود وطنط زهرة نفسهم يفرحوا بينا، مجموع يحترم كده يعوضهم عن تعبهم معانا، عن ال 12 سنة تعليم 6 ابتدائي و3 اعدادي و3 ثانوي، ويرفع من قيمتهم كده وسط الناس. وطبعا انس لا يعتمد عليه في الموضوع ده خالص. يبقى خلاص انا هعمل اللي عليا وزيادة كمان علشان افرحهم على قد ما اقدر، واحاول ان انا اعمل المستحيل كله علشان اجيب كلية كبيرة يتفخروا بيها كده قدام الناس، ويبقوا مبسوطين ويحسوا كده ان هما بالفعل تعبهم جيب فايدة. بدأت السنة بدري بدري الحقيقة، من اخر شهر 7 تقريبا،
ولو قلت لي ازاي مش المدارس بتبدأ في شهر 9، هيكون ردي يا عم صلي على النبي، ما كلنا بناخد دروس حتى لو في مواد ملهاش لازمة او عندي مدرس ما بيفهمش حاجة، ده لو كان مدرس من الاساس. بس ده بقى فولكلور، الدروس في الثانوية زي الكحك في العيد. انا فاكر ان كان في مدرس كاتب على الكارت بتاع الحجز بتاعه، ما انت دلوقتي بتروح للمدرس تحجز وبتروح تأكد حجز وبتروح اول حصة بالكارتين. كان مكتوب على الكارت بتاع الحجز بتاعه ان ميعاد اول حصة 31/7 علشان يلحق ياخد شهر 8 كامل. المهم بدأت الدراسة وكنا في نص شهر 8 تقريبا، ومروح البيت انا وانس بعد يوم دروس طويل جدا، لقيت عمي ومراته قاعدين مع شخص شكله كان غريب قوي، نحيل جدا او زي ما بنقول كده جلد على عظم، شعره خفيف جدا، لأ خفيف جدا اللي هو شعرتين تلاتة موجودين في صحراء، ولونه أبيض وصابغ دقنه بلون زي الأحمر. لأ دي مش حنة، أنا عارف الحنة بس شكل دقنه غريب، وعلى فكرة عينه لونها أخضر، وكانت نظراته حادة قوي، بيبصلي بطريقة كأنه أنا جاي لده، أنا عايز ده، أنا مستنيك، أنت كنت فين؟ وفجأة وبدون أي مقدمات راح جاي أنس قايل أعوذ بالله أنتوا عازمين أبو جهل معانا على العشاء. بصراحة ما قدرتش أضحك على السخافة اللي أنس قالها، مش خوف من عمي اللي كان جاي مثلا يكسر عظم أنس، لا 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 سمح الله، بس بكل بساطة لأني متسمر في الأرض، أنا حتى نفسي بقى تقيل، مش قادر أخد نفسي، وبدأت أحس إن الأرض عمالة تلف بيا بسرعة، الارض بالفعل بتلف بيها بسرعه ما تتوصفش، لدرجه ان غمضت عيني لاني حسيت ان دخت وعيني زغللت ومش شايف قدامي ودماغي تنفجر من الصداع. انا قلت بس خلاص لما اغمض عيني شويه هلاقي الهبل ده كله اختفى، ده اكيد ان انا ضغطي وطى او لاني بسهر جامد بذاكر وما اكلتش من الصبح، فاكيد اكيد ده مأثر عليا. وبدات افتح عيني بالراحه مش شايف حاجة، الرؤية ضبابية كلها، الدنيا منغمشة عندي مش شايف أي حاجة، أنا مش حاسس بأي حاجة، لأ 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 أنا حاسس بحاجة، أنا حاسس بحاجة فوقي، في حاجة فوقي زي ما يكون في أنا حاسس زي ما يكون في حاجة بتبص فوقي، حاجة من فوق بتبص لي تحت. ببص لفوق لقيت الراجل الغريب ده لازق في السقف وبيبص لي، كان شكله غريب جدا، ماسك في السقف فوقي بشكل مرعب، كأنه قط، كأنه ماسك، انا مش عارف اوصف ازاي، هو ايده ورجله على الحيطة زي الطفل الصغير اللي بيزحف على الارض، ولكن هو في السقف فوق، عمال يطلع منه صوت كأنه زمجرة مخيفة، وبعدين فجأة صوت زمجرته ده بيقف وبيبدأ جسمه يطلع منه صوت زي تكسير العظام أو صوت خبط سنان في بعض مش عارف، بس هو صوت كان مزعج قوي ومخيف، مش عارف يعني أنا مش عارف أوصف صوت، الصوت مقبض، صوت مرعب، صوت بيخلي عظمك نفسه تحس ان جسمك كله بيتنفض، انا مش عارف اوصف، وكل ده وانا بحاول ابص في اي حتة تانية علشان مش عايز ابص على الشكل المرعب ده، ولكن زي ما يكون رقبتي متسمرة، رقبتي بقت حتة حديدة، انا مش عارف احرك رقبتي يمين شمال، مش عارف ابص في حتة تانية خالص، رقبتي اتثبتت على الوضع ده، وبعد ما كان لازق في السقف بايده ورجله كأنه غارس ضوافره في السقف، فجأة لقيته وسط صوت تكسير العظم او السنان ده بيقف على رجله كأنه واحد واقف على الارض عادي، بس الغريب ان هو واقف على السقف بس ده عادي كأنه ضد الجاذبية، وفجأة كل الاصوات سكتت ومفيش ولا صوت، كأني فقدت حاسة السمع، انا مش سامع حاجة، انا مفيش صوت حواليا، انا مش سامع اي صوت، لقيته بيبصلي وبيقول لا تخف أنا لك ومنك وعليك، لا تخف أنا لك ومنك وعليك.
يعني ايه؟ يعني ايه؟ ايه الصوت اللي انت بتقوله ده؟ وهو كمان بقه مقفول، بقه مقفول، ازاي انا سامع الصوت ده؟ الصوت ده كأنه جوه في دماغي. وكمان لقيت عينه وبقه عمال ينزل منهم سائل اسود سميك كأنه زيت او شحم، مش عارف ايه ده، بس المهم ان السائل ده بدأ ينزل عليا انا. بدأت احس ان هو بيدخل في وداني، ما استحملتش، حسيت ان جسمي كله بيولع، حسيت زي ما يكون في مية نار دخلت دماغي، مية نار حرفيا في جسمي، بتاكل في جسمي، بتحرق في جسمي. وقعت على الارض وبدأ نفسي يقل وقلبي بدأ يدق بسرعة رهيبة وعناية عمالة تقفل، وانا بقاوم، انا مش عايز عيني تقفل، انا مش عايز اشوفه، بس انا خايف. عمي وعمي عمي ومرات عمي فين من ده كله؟ انا فين؟ انتوا فين؟ بدأت أسمع صوته من جديد بيقول نفس الجملة: لا تخف، أنا لك ومنك وعليك. وكل اللي أنا شايفه سواد، سواد بمعنى سواد، مبقتش شايف حاجة، وأغمى عليا. يا بابا، بابا، سامي بيفوق، تعالى يا حاج بسرعة، سامي بيفوق يا حاج. فاق، بيفوق هو؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ للحظة كنت ناسي كل حاجة ومش فاهم حاجة ولا عارف أي حاجة ولا حاسس أنا فين أصلا، لحد لما لقيت عمي محمود ومراته داخلين عليا الأوضة وكانوا منهارين حرفيا بيعيطوا، وأنا مش فاهم في ايه، أنا مش عارف بتعيطوا ليه. ولقيت عمي بيتضير وبيفتح الباب على آخره وبينادي على حد وبيقول له: اتفضل يا مولانا. مولانا؟ مولانا دي؟ فجأة افتكرت كل حاجة وقلبي قعد يدق بسرعة، وحسيت ان صدري بيضيق ومش قادر اتنفس، وصداع رهيب اول ما شفته، هو بشكله المقبض وملامحه الباردة المرعبة. اول ما قرب مني قعدت اصرخ: ابعدوا الشيطان ده عني، خدوه من قدامي، ده شيطان يا جماعة، اطلع بره، اطلع بره، انت مين؟ فجأة لقيت مرات عمي اجهشت بالبكاء، وعمي قاعد يتمسح في الراجل ده ويقول له: معلش يا مولانا الواد تعبان. ولقيت الراجل بيشاور لعمي وبيقول له: اخرس، انا عمي مش صغير، انا عمي راجل كبير ولهيبته في البلد. لقيت الراجل ده بيبصلي ومركز في عيني قوي، كأنه بصت شماتة، كأنه بيبصلي بيتشفى فيه. ولقيته بيكلم عمي وهو بصصلي وبيقول له: الله يكون في عونه، شاف كتير، محدش يستحمل اللي هو شافه، بس كله يهون، كله يهون علشان نخرج اللي عليه، كان شايل حمل كبير وهو مش قده، والكابت ما بيرحمش. لقيت عمي عمال يقول حاجة في سره كده، ومرات عمي عمالة بتعيط وأنا مش فاهم حاجة ولا أي بتنجان، أنا مش فاهم أي حاجة، عليا إيه وكابت مين وبتاع إيه، أنا مش فاهم أي حاجة. أنت مين يا عم؟ أنت اطلع بره بقولك. يا عم ما تمشي الراجل ده بقى، خلينا نقعد نتكلم كلمتين بالعقل. لقيت الراجل بالفعل طالع بره الأوضة وهو عمال يتمتم بكلام غريب كده في سره، ولف لعمي وقال له: زي ما قلتلك، لا قرآن ولا أدعية لحد الفترة دي ما تمر، ولحد القمر ما يبقى بدر في السماء، وما يخرجش في البيت لمدة أسبوع، ويستحمى بالمية اللي أنا سايبها هنا، وما يتحطلوش أي ملح في الأكل. عمي بيجري وراه زي العيل الصغير، بيفتح له الباب وبيجيب له الجزمة، أنا مش فاهم حاجة، مين الراجل ده؟ ولقيته عمال يقول له: ماشي يا مولانا اللي تؤمر بيه، أنا مش فاهم حاجة. وخلاص مشى الراجل ده وانا قاعد على السرير منهك كاني كنت بجري لساعات، لا تعبان، انا مش قادر اتحرك، انا حرفيا مش قادر اتحرك، انا جسمي كانه مهدود. بدات اسال انس: هو في ايه؟ حصل إيه؟ ايه 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 اللي حصل؟ وانتوا شفتوا ايه؟ لان انا افتكرت خلاص اللي انا شفته، فانا عايز اسال، هل انا خايف اسال اللي يتقلس عليا واتقلت ايوات، وبعدين لما دخل مولانا ومش مولانا ده انا بدات اقلق.
في ايه؟ في ايه يا انس؟ انا مش فاهم حاجه. لقيته بيرفع كتفه في اشاره ان هو ما هوش عارف حاجه، ولقيته بيقول لي انا والله ما اعرف اي حاجه يا سامي، او ولا فاهم اي حاجه. انا استنى بس دلوقتي يدخل البابا ونشوف الحوار فيه، لان انا مش فاهم اي حاجه من اللي كانت بتحصل دي. لسه هكمل اسئله لانس، لقيت عم محمود دخل وقعد جنبي على السرير وبدا يسالني اسئله من شاكله عامل ايه، حاسس بايه دلوقت. عمو هو ايه اللي حصل؟ لاني انا مش فاهم حاجه، ويعني انا حاسس اني مهدود وتعبان. ومين الراجل الغريب اللي انتوا كنتوا جايبينه ده؟ وعلى اساس ايه تجيب له الجزمه؟ وعلى اساس ايه تجري وراه كده؟ مين ده؟ عامل لك ايه؟ مين يعني بتاع ايه ده؟ لقيته بيتنهد تنهيده طويله وبيقول لي من اسبوعين وانت راجع من الدرس كنت راجع تعبان ودخلت تنام على طول ومرضتش تاكل، فاكر؟ وايه الغريب في ده؟ راجع تعبان وعايز انام. يا ابني اهدى عليا يا ابني وانا هفهمك كل حاجه. دخلت مرات عمك وراك، لقيتك بتتكلم وانت نايم وعمال تخطرف وسخن. دخلت كتر خيرها يا ابني صحتني من النوم، جبتلك الدواء من الاجزخانه اللي جنبنا ونمت. وفضلت يا ابني يومين كاملين نايم ما بتصحاش، بتصحى تفتح عينك تبص حواليك وتكمل نوم تاني، والخطرفة ما بتبطلش والكلام كان غريب وما احناش فاهمينه. ايوه يا عم الموضوع طبيعي، والدكتور قال ان هو كان عندي دور انفلونزا جامد وايه اللي في كده يعني. وبعدين انت عارف من وانا صغير لما بيجي لي دور برد بقعد اخطرف. ومين الراجل ده؟ ما ردتش عليا. يا ابني اصبر عليا بقى، ما تعصبنيش وما تعفرتنيش اكتر ما انا متعفره. المهم مرات عمك بدات تحس انك بتقعد لوحدك كتير وبتفضل واقف في الحمام بالساعات بالساعات. فبصيت لانس كده، فلقيت انس بيقول لي وانا اعرف منين إيه؟ انت بتقعد تطبق طول الليل لحد الفجر تذاكر وتضح، وانا من العيش اما باجي من الدروس بنام، اعرف منين إيه انت صح ولا مش صح؟ بتضاير لعمي، عمي بيكمل كلامه وبيقول ولما تعزمنا في فرح بنت ابو بكير لقيت الناس سايبه الفرح والعريس والعروسه وكل الهيلمانات والاكل، وانت عارف ابو بكير ايده بحبوح هيحب كده يفرح الناس اللي حواليه. انجز يا عمي انجز يا عمي. حاضر يا ابني حاضر. لقيتهم سايبين كل حاجه في الفرح وعمالين يتكلموا كلهم عن مولانا الشيخ مصلحي وبركات مولانا الشيخ مصلحي، وانه جه البلد من 4 ايام ومشى امبارح، وانه حل المعقود، وانه جوز البايره، وانه رجع اللي كانوا متخاصمين، وانه صلح بين الناس، وان بركته ما لهاش لحد ولا اخر. ده لدرجه ان هو تخيل صالح ما بين حسين الشراكي وعبد السلام بتاع الجبنه، فاكره ده كانوا مسكوا لبعض السكاكين، ده كانوا بيقطعوا في بعض، ده بينهم طار. المهم عمي بيحكي ده كله وانا برضو مش فاهم مين الراجل اللي كان قاعد بره ده. هل هو ده مصلح اللي هو قال عليه؟ وانا عارف ان القرية عندنا بيحبوا حوار الدجل والشعوذة والاعمال والتحويطة والعروسة والبخور، ولازم العروسة قبل ما تروح تتجوز لازم تاخد بركات اقرب شيخ موجود. انا عارف الموضوع ده كله، ومهما شيوخ الجامع هنا اتكلموا سواء في خطبة جمعة او في دروس بعد الصلاة او اي حاجة بيطلعوا الشيوخ هم اللي غلطانين. انا عارف البلد بتاعتنا وعارف هم بيفكروا ازاي. ها يا عم وبعدين؟ لقيت يا ابني زي ما يكون صوت في دماغي بيقول لي يكونش حد عمل للواد سامي عمل ولا حسده، خصوصا يا ابني انك ما شاء الله بتطلع اول كل سنة والناس بتحكي وتتحكى عن اخلاقك وتربيتك، وكمان يا ابني ابوك فايت لك 10 فدادين ملكك هيبقوا باسمك لما تتم 21، وانت كان بقالك يا ابني 3 ايام لا بتاكل ولا بتشرب وبتنسى بشكل مرضي وحسك مش ولا بد كده. فشكيت بصراحة ان يكون حد عامل لك حاجة، وبصراحة يا ابني انت اغلى عندي من عيالي، ده انت من ريحة الغالي. وكمان انت الموضوع اللي حصل لك ده من 3 ايام والراجل ماشي بقاله 4 ايام، يعني في المدة يعني كان ممكن يكون حد راح اذاك عند الراجل ده. فكلمت الشيخ مصلح يا عم صح؟ كلمت مين يا ابني بس؟ واحنا عرفنا نوصل له ده حصل اللي لا على البال ولا على الخاطر. قعدنا ندور عليه ونشوف هو في انهي محافظة، ما هو بيتنقل يا ابني من محافظة لمحافظة، ما هو منهم لله بتوع البوليس بيقعدوا يجروا ورا الشيوخ البركة بحجة ان هم دجالين ويمنعونا من بركتهم. وحاولنا يا ابني نشوف اي رقم نكلمه عليه
بس يا ابني كلها يومين واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون لقينا خبر عن دجال زي ما بيقولوا، لقوا جثته موجودة في شقة قديمة والشقة كلها محروقة. بس يا ابني الغريب اللي بيتقال ان الجثة ملقوش فيها حرق واحد بس، ولقوا على ظهره حاجة غريبة قوي. لا ايه يا عمي، لا ايه، انا حاسس ان انا بسمع فيلم هندي. يا ابني اصبر عليا، لقوا على ظهره نجمة كبيرة كده، سبعات في تمانيات، النجمة اللي بيقولوا عليها نجمة داوود دي، ومكتوب وسطها كلمة اتميزت على طول، كلمة واضحة ومش مدقوقة وشم، ده زي ما تكون محفورة على جسم، مكتوب عهد الكابت. كابت، مش ده الاسم اللي الراجل اللي كان هنا قاعد يقوله عليا؟ بيكمل عمي كلامه وبيقول، ووشه يا ابني كان صعب قوي، عليه اشد درجات الرعب والفزع، وعينيه كانت جحظه قوي من مكانها، وشكله صعب، ما استحملناش نشوفه يا عم، واحنا مش ناقصين الهم ووجع القلب ده كله. وبعد اسبوع سمعنا ان مرزوق تلميذ الشيخ مصلح رجع للبلد وهيقعد هنا فتره، فكلمناه نتمسح ببركته يجي يشوفك. واول يا ابني ما دخلت علينا واحنا قاعدين، رحت متسمر في الارض وعينك اتقلبت كلها بيضه، وفضلت مبحلق في السقف كأن في حاجة فوقك، وتطلع منك أصوات غريبة، وبدأت تقول كلام غريب، وبدأ ينزل منك حاجات زي المية كده، ولكنها تقيلة ولونها أسود غريبة، الحاجات دي ما شفتهاش قبل كده. وكل ده والشيخ مرزوق قاعد مكانه يا دوبك باصص لك، بس الظهر الراجل ده بركة قوي، واغمى عليك على طول، شلناك ودخلناك الأوضة، وجيت ارقيك راح جاي الشيخ مرزوق زعقلي كأني عيل صغير، وقال لي ان عليك جن بس تقيل وصعب وقوته رهيبة، اسمه الكابت، وانه متسلط عليك قريب، وانه مش هيسيبك الا اذا نفذنا طلباته، واننا لازم نتعامل بحذر وننفذ كل طلباته علشان نخلص من الموضوع ده على خير. خير؟ هيجي منين الخير يا عمي؟ هيجي منين الخير؟ انت مش عارف ان احنا كده دخلنا باب من ابواب الشرك؟ انت بتمشي ورا دجالين يا عمي، الراجل ده وراني الويل، انت ما تعرفش انا شفت ايه، انت ما تعرفش انا شفت الراجل ده ازاي، انا شفته كشطان، انا شفته في شكله الحقيقي، انت ما شفتوش اللي انا شفته، ما شفتوش انت وهو واقف بيتمرجح على السقف، ما شفتوش انت وهو واقف على السقف بالمشقلب وعمال ينقط عليا السائل الاسود اللي انت بتقول عليه ده؟ يا ابني انت كل اللي انت بتقوله ده هو ما حصلش، وهو كمان قال لنا انك هتشوف كوابيس وتهيؤات كتير، وان اغلبها هيبقى عنه باعتباره ان هو الشخص اللي بيحاول يعالجك، وان ده كله هيبقى من الكابت، اللهم احفظنا، بيصور لك حاجات غريبة علشان تبعد راجل البركة اللي جاي يعالجك. ايوه هو جاي يعالجك، هو جسم مين وبتاع مين وانت بتقول ايه اصلا يا عمي؟ الراجل ده غسل لكم دماغكم، ايه يا عم ده انت راجل دماغك توزن بلد، انت مش عارف ان اللي احنا بنعمله ده كفر يا عم؟ انت بتقتلني بالبطيء، انا ابني الله يسامحك، انا الله يسامحك، هقولك ايه، ما هو مش كلامك، كلام اللي عليك، انا استحمل منك يا ابني المستحيل، يا ابني ده انا اعمل ده انا اقطع من جلد الحي علشان سلامتك، انا اقتلك بالبطيء، الله يسامحك يا سامي يا ابني. خلاص يا عمي، خلاص، عارف انك بتخاف عليا، وعارف انك عملت ده خوف عليا وخايف على مصلحتي وسلامتي، ماشي، بس انت عارف ان اللي انت عملته ده شرك وكفر بالله، قول للراجل ده ما يجيش تاني بعد كده، وتعال نروح لاي شيخ، ولا اقولك تعال نروح الازهر اضمن، ويرقوني بقى هناك، وهو نبقى كله في السليم وفي الصح وفي الدين. ما بقاش ينفع يا ابني، ما بقاش ينفع. ايه اللي ما بقاش ينفع؟ لازم يا ابني نسمع كلام. ايوه ليه يعني نسمع كلامه؟ ليه بتاع ايه؟ هيعمل لنا ايه هو؟ قوم معايا يا ابني. وهو قمت مع عمي وقفت قدام المراية، لقيته بيقول لي اقلع القميص، قلعت القميص وكانت المصيبة، لقيت نجمة داود على ظهري. النجمة، انا عارف شكل نجمة داود، النجمة مش ظاهرة على ظهري قوي، ولكنها باينة، لو بصيت كويس هتشوفها. ينهار مهبب، انا هعمل ايه دلوقتي؟
انا رفعت عيني لفوق وقلت يا رب يا رب يا رب انجدني يا رب انقذني، ماليش غيرك، انا واقع وسط مجموعه من الجهل او النصابين، يا رب ماليش غيرك يا رب، والله العظيم ثلاثه ما كنت اعرف اللي بيحصل، انا ماليش غيرك. حسيت مع كل مره بدعي فيها ان ظهري بيتقطع بسكاكين، سكاكين بتقطع في ظهري، والنجمه بقت اوضح. شفت بقى ان كلام سيدي مرزوق صح، شفت بقى ان كلام مولانا صح، ما ينفعش نقول ادعيه ولا نقرا قران مؤقتا لحد لما نشوف الزفته دي ولا نشوف فيها حل. لسه هشيل وشي من قدام المرايه علشان اكلم عمي وارد على كميه الجهل البين اللي هو بيقولها دي، لقيت مرزوق بيبص لي في المرايه. بيبص لي، انا شايف مرزوق قدامي في المرايه دلوقتي، وباين ان هو موجود في اخر الاوضه. اتضاير ابص عليه ما لقاهوش، اتضاير في المرايه الاقيه، اتضاير ما لقاهوش، هو موجود في المرايه. بس المره دي كان شكله مختلف شويتين، كان جسمه مليان مش نحيف، لا كان جسمه كبير وضخم، وكانت نجمه داود محفوره على جبهته، ولقيته بيكرر نفس الجمله: لا تخف، انا لك ومنك وعليك، لا تخف، انا لك ومنك وعليك. بصيت له في المرايه وقعدت ازعق: انت مين؟ مين مسلطك علينا يا عم؟ انت عاوز منا ايه؟ انت الكابت صح؟ انت الجن اللي عليا؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ كما انا بدات اقول كلام زيهم ولا ايه؟ ولا النجمه اللي على ظهري دي بتخليني اقول كلام انا مش عايز اقوله؟ انا مش فاهم حاجه. وكل ده طبعا وعمي بيبص لي وانا بكلم نفسي في المرايه من وجهه نظره، وان انا خلاص يا مجنون يا ممسوس، وعمال يضرب كف على كف. وكل اللي انا باخده من مرزوق وهو بيبص لي في المرايه نفس الجمله عمال يكررها هي: ايوه يعني ايه انت؟ الجمله اللي انت بتقولها دي معناها ايه؟ ما خافش ايه؟ وايه منك وليك وعليك دي؟ انا مش فاهم حاجه. لقيت ملامح وشه عماله تتغير، وزي ما يكون بدا يطلع له قرنين، وبدا جسمه يتضخم بشكل مهول، وقال بصوت فيه نبره زمجره مزعجه: انا لك خادم مطيع، لو نفذت شروط وعملت كل اللي اطلبه منك بدون نقاش هوريك النعيم، فلوس ومناصب ونفوذ وقوه. يا عم انا مش عايز منك حاجه، انا مش عايز منك حاجه، غور من هنا امشي. وبدات اقرا ايه الكرسي بصوت واطي بسري، ووجع ظهري بقى لا يحتمل. انا حاسس ظهري زي ما يكون بيتقطع بسكاكين وبيتقطع بالراحه، كان اللي بيعمل فيا كده بيعمله بتلذذ، وصداعي بيزيد مع الوقت ومش قادر بموت. بس هقولها هقرا ايه الكرسي كامله، انا عارف فضل ايه الكرسي على الجن، هقول ايه الكرسي كامله، هقولها بصوت عالي كمان: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقفتني الصرخه دي صوت مرات عمي، وهي عماله تصوت على اخرها وعماله تنادي: الحقني يا محمود، الحقني يا محمود. طبعا طلعنا بسرعة بنجري، لقينا أنس سابقنا فوق واقف متصمر قدام باب الحمام. ايه اللي لقيناه جوه في الحمام؟ لقينا مرات عمي نايمة على الأرض، وإيديها ورجليها متكسرين، وضعهم غير طبيعي، وباين جدا إن هما مكسورين، إيديها ورجليها الاتنين مكسورين، وحواليها بقعة دم كبيرة. للحظة دمنا نشف، قلنا خلاص دي اتدبحت ولا ماتت، بس جسمها كله سليم، مفيش ولا تعويرة ولا جرح ولا أي حاجة في جسمها، ولا خدش حتى الدم. ده مش دمها كمان، دم لونه قاتم، أسود قاتم أوي زيادة عن اللزوم. بنحاول نرفع مرات عمي، لقيت الدم ده بدأ يتجمع ويعمل حروف، والحروف كونت جملة: أنا مين وعليك. ايه ده؟ هو ما كتبش لك ليه؟
هي مش كانت انا لك ومنك وعليك؟ ليه كتبها المرة دي منك وعليك بس؟ ما كتبش لك ليه؟ كل ده في دماغي وانا مش سامع عمي، وصوته بدأ يجي من بعيد وهو عمال ينده عليا علشان اشيل مراته انا وهو وانس علشان نوديها المستشفى. طلبنا الاسعاف وجت الاسعاف وخدت مرات عمي وعمي وانس، ركبوا في العربية بتاعتهم وانا ركبت مع مرات عمي في الاسعاف، وانا دماغي مش في الست اللي ايديها ورجلها مكسرين قدامي اللي في مقام والدتي دي. انا دماغي كلها كان قصده ايه؟ طب الجملة قلت ليه؟ ليه شال كلمة منها؟ طب الرسم اللي على ظهري دي معناها ايه؟ واترسمت ازاي وامتى؟ وازاي الفترة اللي فاتت دي انا كل حاجة مش فاكرها؟ مش فاهم حاجة ودماغي هتفرقع، بس انا هدور. ايوه انا هدور ومش هسكت. لا 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 لا، ما ينفعش اسكت. هعرف اخرة الموضوع ده ايه، انا هعرف اخر الموضوع ده ايه، بس ادعولي. استنونا الاسبوع اللي جاي في الجزء الثاني من رعب الكابت امنية الموت، وبرضو بفكركم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وبنفكرك تتابع حسابات القناة على فيسبوك وتويتر وانستجرام، وما تنساش تدخل جروب القناة، هتلاقيني سايب لك اللينك تحت في الوصف. ولو عندك قصة حابب انك تشاركنا بيها وهتتقال باسمك في القناة، هتلاقيني سايب لك بوست في الجروب تكتب فيه في الكومنت بتاعه القصة بتاعتك، او تدخل تبعتها في الايميل الشخصي بتاعي، هتلاقي اللينك بتاعه موجود تحت في الوصف. وبنعتذر جدا على جودة الصوت في الحلقة دي، كان حاجة بره ارادتنا، وشكرا جدا. السلام عليكم.